وهذا سائل يقول: نريد من فضيلتكم نصيحة إلى النساء الذين يلبسون الأباءة الفرنسية وهي في شكلها مثل الثوب الذي نلبسه نحن مع اختلاف اللون فقط، وهم بكثرة. يجب على المرأة الحجاب بالأثواب الساترة الواسعة التي تسترها ولا تلتصق بجسمها، والعباءة مثل الجلال الكبير تكون على جميع الجسم وتكون واسعة ولا يكون فيها زينة ونقوش، إنما جعلت للستر ما جعلت للزينة، جعلت للستر فوق الثياب بمثابة الجلباب. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.